شي تتقلق. اي واحد غيعاون هاد السيد اللي هو مثل معنا الدور واحد محتاج في الشارع غنجازيه بضعف 100 مره من الصدقه اللي عطاه. غتكونوا دابا فهمتوا هذا فيديو تشجيع للصدقات تشجيع الحوايج الزوينين وتشجع لكم نتوما. غتلقاو ليا في اول كومونتير كليكيو ليا تلقاو لاباج بحال هكا. تسجل فوق في السيت وانكس بيت راه كيتسمى درب اي واحد كيتسجل فيه. ما نساش باش كتسجل دير هاد الكود برومو باش تستافد من المبلغ اللي ليكم واللي يستافد منه يدير به شي حاجه زوينه صدقه مثلا. وخليكم على الفكره ديروا جيم الا عجبكم الفكره وكيعجبكم الطريقه اللي كنقدموا ديروا جيم لكل فيديو وديروا كومونتير. يلا نبداو الفيديو ديالنا. شي صدق الله اخويا تاع يا خوادري سامون 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 شكرا الله ينورك. عندك شي تقسمه مع هذا شي صدقه الله خويا شي صدقه شكرا اخويا سي بوا اعطى صد اسمح لي دخا سي دابا راه معايا بعدي شحال عطاك؟ 6 دراهم واخا 6 دراهم اسمح لي ارجع اضرب 100% غادي نص 100 درهم اوكي اسمح لي انا دابا ما فهمتش انا دابا فهموني ما فهمتش شي حاجه هاي دابا هذا ما كيطلبش ما كتطلبش انت يا انا راه معاه انا راه معاه عطيتي 6 درهم لا علاش دابا عطيتي حاجه شنو عطيتي صدقه وحنا كنشجعوا الناس عطيتك كشكر كشكر ليك اه شكرا لك بزاف وحنا نعم انا معاك اخويا والله انا معاه ما خد دابا انا صح صح وشنو اللي خلاك انت زعما تعاونوا شنو بين دزت من هنا شفتو يعني مسكين انا تجبي الله راه ولد الخير ولا شي حاجه والبرد والجوع اه باين يعني داكشي اللي قسم الله عطيتو له شكرا ليك شكرا بزاف دابا هادي واش ما فهمتش انا هذا كتشجيع وصافي فهمتي انت عطيتي 6 درهم في سبيل الله ولا ديك 600 درهم كتشجيع وشكرا والله شكرا لك حنا كنشكروك بزاف شكرا اخويا دي يوتيوبر نتوما اه وي وي اه شكرا بزاف كنت شفتي حاجه صافي بليزير والله لا لا يخطيك لا لا يخطيك وي كيفاش شفتو الاول ما قلتوش انا ما بخليش الشك بيني وبين دابا راه مازال ما مشيتش باين عليا الساعه ياك باين عليك الساعه 100% والله لا يخطيك شكرا الله يسعدك اخويا صدق الله بالله اخويا صدق الله اخويا صافي بعد دقيقة سلام شكرا بزاف بعدا باش واحد ما تفضل جو معايا شوية هذاك هذاك السيد عطيك هذا الصدقة راه معايا كيفاش شحال عطاك الخيمة لي؟ جوج دراهم حنا درنا جوج غنضرب واحد 100 شكرا بزاف سيدي هضره معايا عطيتي للدري جوج دراهم شكرا بزاف على كل شيء الله يحفظك اخويا اللهم تعالى سهل عليك اخويا راني مازال ما مغديش تبارك الله عليك اخويا الله عليك اخويا فين اخويا كي داير مع صاحبي مزيان اش كتعاود الله يكبر فيك سيدة لا راه معايا مزيان مزيان كي داير اخويا مع صاحبي انت كتصور دابا شي حاجه عندكم وي كندير واحد راه عليه مدي شحال عطاك 300 ريال شنو شنو دابا شنو غندير دابا غندير 15 درهم اللي عطيتيه 100 100 عطينا 1500 درهم ديالك انت اخي علاش؟ 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 علا
البلان اللي درتي مع الدري. شكرا لك بزاف انت يا اول حاجه، وشكرا على الكونتين اللي كتقدم الله يودعك، وعلى التشجيع اللي كتشجع الناس. هذا واجب. انا كنشكرك على جوج حوايج. شكرا بزاف. وانا كنشكرك على جوج حوايج. الاول عطيتي للدري، فهمتي، عطيتي صداقه، فهمتي، حس ديال الصداقه اللي فيك. الحاجه الثانيه كنشكرك على التبوع ديالك الله يسلمك. شكرا. 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 واحد البلان عندي شين في اليوتيوب اللي فيه واحد الكونتين اللي زوين، يلا غادي سميت لاصي ها شو انت ما تقاو في الديسكريبشن صافي خلاص نضرب هنا تهلا فراس. بطبيعة الحال كاين الناس معاونوا بوالو ودازوا عادي، وكاين الناس اللي عاونوا والفلوس اللي صدقوا لينا عطيناهم اللي محتاج ليهم. بارطاجي الفيديو معك الا بغيتي. بسلامه.